انطلقت فعاليات المؤتمر الاقتصادي الأول لمعايير وضوابط الجودة وتنشيط الاستثمار العقاري والتنمية العمرانية. يشارك في هذا المؤتمر عدد من رجال الأعمال والمصرفيين وخبراء التمويل العقاري وعدد من المهندسين الاستشاريين، حيث يستعرض المؤتمر الخطة الحكومية نحو التنمية المستدامة والمشروعات القومية من خلال مسؤولي عدد من الوزارات. يناقش أيضا التحديات في السوق العقاري والأنظمة الحديثة في البناء واستخدام التكنولوجيا المستدامة وصديقة البيئة. ومباشرة ينضم إلينا حول هذا المؤتمر زميل عمر نور الدين. عمر، أهلا بك، وكيف تبدو فعاليات هذا المؤتمر الاقتصادي الأول لمعايير وضوابط الجودة وأيضا الحاضرون في هذا المؤتمر؟ أهلا بك حساني. يعني هذا المؤتمر كما أسلفت حساني هو الأول من نوعه بتنظيم إحدى الشركات الخاصة، لكن اللافت في هذه الشركة أن يقوم عليها شباب، بعضهم يعني له مناصب نقابية والبعض الآخر عمل في يعني هذا القطاع لسنوات ولديه خبرة واقعية، وبما أنهم شباب هم يريدون أن يجدوا حلولا أكثر فعالية وأكثر نبوذا إن صح التعبير. ولهذا اليوم عندما نجد أن يعني حتى بحسب المتحدث باسم هذا المؤتمر عندما قال أن هذا المؤتمر طاولة واحدة تجمع الأطراف المختلفة، نتحدث عن الحكومة بممثليها رغم أن أربعة وزارات أو أربع وزارات كانت يعني كانت يجب أن تمثل بأعلى مستوياتها بحضور الوزراء، لكن على ما يبدو أن هنالك ارتباطات لمختلف الوزارات الأربعة، النقل والإسكان والاستثمار و ربما أيضا التخطيط. نعم. ولكن حضر ممثلي هذه الوزارات وتحدثوا عن الخطة المصرية، خاصة أن عنوان هذا المؤتمر هو معايير وضوابط الجودة للنشاط العقاري والتنمية العقارية في ضوء الرؤية المستدامة. نعم. 2030 لمصر. وهنا يعني فقط يعني النقاط الثلاثة الأبرز هنا أن نعرف جيدا أن قانون الاستثمار يتعلق بالتطوير العقاري، وبالتالي هو يناقش ويعني كما صرح دكتور شريف اسماعيل رئيس الوزراء انه يعني اسابيع قليله تفصلنا عن خروج هذا القانون رغم انه سيخرج من مجلس النواب، حضور مجلس النواب موجود، قانون التشييد والبناء، قانون المطورين العقاريين ايضا. نعم. به سوف يناقش لاحقا، لكن جلسات الاربع لليوم تناقش التحديات ابرزها مثلا مساله وجوب الرقابه على المواد البناء الاوليه التي تخرج من المحاجر، وبعد ذلك ربط هذا الموضوع بحماية المستهلك، حماية المستهلك في أمور مختلفة، مثلا مواصفات الوحدة المتعاقد عليها يجب أن يؤمن المستهلك إذا ما اختلفت مواصفات الوحدة المتعاقد عليها بعد التسليم، كذلك مواعيد التسليم يجب أن تؤمن. وبالتالي أحد الاقتراحات التي نوقشت اليوم وجود عقدين لكل وحدة أو لكل عقار متعاقد عليه، عقد للتشطيب وعقد للتسليم. التشطيب. نعم. يختص كما أسلفت بمسألة البناء وجودة هذه المواد، والتسليم يختص بالمواعيد وما إلى ذلك، بحيث إن إذا ما بطل عقد مثلا من العقدين لا يبطل الآخر ولا يضيع حق المستهلك في أو يعني يدخل. نعم. في مهاترات طويلة، وبالتالي ينجز العملية، ولهذا هو سبب أساسي طبعا بخلاف الأمور الاستثمارية وما إلى ذلك. الحضور اليوم كما أسلفت أخيرا حساني الجهات الرقابية، جهات حكومية أو شبه حكومية، النقابة وطبعا المطورين العقاريين يطرحون، والتوصيات أخيرا سوف. نعم. تعرض على مجلس النواب للجنة الاقتصادية ولجنة الإسكان حساني. أشكرك إذن على هذه التفاصيل الكثيرة، لأن هذا المؤتمر يبدو أنه من كلامك عمر يعني مؤتمرا مهما جدا في هذا الإطار. أشكرك زميلي عمر نور الدين، كنت معي مباشرة.